des départements. جرب على اشياء صدقينها والصراحه واحد المشكله هو انه بالنسبه لرؤساء الاقسام ورؤساء المصالح معليش رئيس طبعا المفتشه العامه ديال لافورماتيزاسيون ديال المحاكم انا هنا غادي نوقف في المحاكم غادي نحول هذه الى صفحه معلومات كلها الكتابيه الى معلومات الكمبيوتر ولكن من هنا شهر شهرين نمشي الى لقيت شي تاخير عندك انت مسؤول غوفيرمونتو انستيسيونيل Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, هذا عن بحثي كان يجب أن يتصنطي بشرب شيء على بس على كيفاش يدخل ويخرج ولكن يعني مسألة يا فرام وقت هنا ضحية للحوادث السيف 32 حالة كانوا فيها ضحية في مدى سيتيتك كيجي المحكمة كيقدروا يستعملوا المحضر كيتحل على الجلسة شكون ما عارف كان في كلمة الناس هذوك اللي كانوا في المباراة ولا كيجي يقول المأساة الفرشة هي هذا الشخص هذا محامي اللهم كما هي نسيرو بلا جد كاين دابا احيانا المناسبة يتأكد على الدور ديال المجلس على السلطة القضائية والنيابة العامة ما كيشتغلوش كمنسجم ومتفقين على بعض بعض الصورات المشتركة وهذه خطوة خطوة ربما أنا أكثر حماسة نتابعهم بحماس كبير من أحد الأمور إلى العمل ولكن العدالة عندما مثلا كي أطلبها وجهورها وبشجاعة فنعطي القرار ليس في مصدر لا المسؤول المؤسسة ولا المسؤول الشيء لهذا قبل المسؤول المدنية بشكل مفرد قبل المسؤول المدنية بشكل الخدمات تقوم بمنصبة الوسائل الحديثة من العرشية وكاسنا فيها الكمبيوتر والشين والثانية أنه قبل بالنسبة للجنائية في وشفنا المساء الأخيرة الإجراءات الأخيرة في حال الحكومة والعقوبة البديلة تقوم بين المساعدين الاجتماعية التي يعقوبها كبير يكونوا بجانب القاضي في العقوبه. اعطينا دور كبير القاضي في العقوبه لانه ما تشتغل على العمليات ويمكن ان يغير الاجراء لان يحكم القاضي الذي يحكم القاضي في الشغل الحاسم مع وضع العقوبه البديله يمكن يجي القاضي في العقوبه ويغير هذه العقوبه البديله. اللي كانوا يمشي الشطور البلديه الشطور الديران من الاجراء من دار السلطه طلع السلطه باش يديروا حسب الظروف ولكن مساعد الاجتماع تلعب دور كبير فاش غادي يلعب دور كبير لان عمل عندنا نساء وفيها تشجع القضايا اللي هي كانت كبير داخل المجلس الحكومي والان داخل البرلمان وهو قضاء العقوبه للبيت وشراعيه غادي يدير فيها الشهر او اشهر هي غادي تكون عقوبة ضحية السكر بدا لي العام 6 شهور حنا غادي نحكم مع 6 شهور ما عندي مبرر ندير ندير السجن وخبروا لي خشوا ندير مع سيدي الطبيب نلقى 6 شهور في الدار هو يتحمل من بيت جماعة اخر غير يجلس هذاك شغل ولكن غادي يبقى في دارو تحت المراقبة تحت المراقبة باش يبقى في دارو حدا ولادو كذا يقضي العقوبة تما شراء العقوبة وهنا غادي تكون لا غادي تكون المساعدة الاجتماعية لأن ما نصيفطوش الراجل للدار البلاصة الإلكترونية ولا مرا الدار البلاصة الإلكترونية وما نراقبوش ليا الوضعية وعندنا جزء آخر البلاصة الإلكترونية اللي في الحكومة في المدينة إلى طرحنا قضية تأليف النساء للدار الزوج لأنه راه ماشي الدار الصحافة الدار ما بغيناش نعطيو دار المرأة أساسا وقبل المشاكل نعطيوها للأطفال ولأن الأطفال دائما مطاطين أمهم، خاصة الأسرة. طبيعي جدا.
ان اكون تتعامل افضل ضمن حتى سلوكهم الى حين التضرر وجود جنب جنوب النساء. ما عندي مش تفهم الموضوع المشكله اللي عندي هو انه انا غير بغي الطفل كي نديرو وكيفاش نحمي الطفل هو ما عندي مشكله في دفع الطفل هو الاساس واش نقبلو على الطفل تسمى نتاع العرف وفضل شنو راه مع الطفل ديالو نتاع ونحافظو على الطفل ديالو من الطفل هو الاساس هو الهدف هو النقطه. شوف راه الكبار كيحلو مشاكلهم راه الصغار ما كيحلوش مشاكلهم. اما الكبار يدابزو اليوم يتخاصمو غدا يديرو العرف في اليوم يتعلم يتصافو غدا كيحلو مشاكلهم. ولكن الاطفال ما كيحلو مشاكلهم الاطفال كيدوعو قدو حياتهم اللي ما كيعرفش نتاعهم. لذلك هذه القضيه ديال المسائل الاجتماعيه انها تمشي تزور معتقد البيت تمشي تشوف الوسائل الالكترونيه باش كيأثر على عمل المرأه ولا عمل الرجل اساسي جدا. كرر المساعدين والمساعدين ما كنهضرش على المساعدين فقط لان ما فهمتش واحد المنطق كاين على انه المساعد الاجتماعي راه الناس في الناس في المنطقه باش كيشتغل هذا الموضوع هكذا. لا 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 تحملوا باش يدير صالح منها. واذا خلل بالالتزامات هي رغم انه ادى ثمنها يعود للسجن قد يعقوب منها. ولكن لا نسي فعل اخر او لا نسي نفس المشكل قد ترجع وتقضي العقوبه التحليل لان انت اوراق وصبيه مش مشكل في الدوله ما يزعجش ولا تعمل عقوبه. طبعا انا في اخر ما نفعوا ولكن إذا كانت المصطلحات إذا كانت شعبة مقتدين ممكن نحضر إلى هذا البرد. ثانيا أن هذه الحالة هذه الناس تأتي لنا إلى المصطلحات. لا يشكل مرة إذا شو مصير في المسكنات. أنا شو مصير. أحمر المستعان أن أنا تفرص الحياة. مرة ثانية ما الموضوع الثالث اللي عندنا مشكلة مع المساعدة الاجتماعية كما نزلت مع السيدة الأفريقية وهي العلاقة بين المحاكم والسجن. معتقدات أن هو مساعدة اجتماعية في السجن وفي مساعدة اجتماعية وفي العلاقة بينهم وبين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.